معانا بقى المقادير: كشك المزيه بالفراخ، صدر فرخه مسلوق، كوبايه زبادي، كوبايه لبن حليب، 3 معالق كبار دقيق، كوبايتين مرقه، وعصير ليمونه، معلقه كبيره قشطه، لا مفيش قشطه، معلقه كبيره، لا معلقه عصير ليمون او ليمونه، بصله جوانح متحمره بالسمنه. احنا طبعا عشان الوقت انا هنا حاطه البصله حمرتها في معلقه كبيره سمنه، حمرت البصله عادي جدا، قطعناها جوانح وحمرناها بالشكل ده، وطبعا بتطلع على مناديل، بصوا بتبقى مقرمشه زي بتاعه الكشري. انا عايزاكم تسمعوا الصوت، شايفين عامل ازاي؟ بيبقى مقرمش جدا، ودي نفس الطريقه برضو اللي بيتعمل بيها علشان الكشري. هنسيب بقى هنا كده البصل، هاخد المرقه، معايا كوبايتين مرقه، دي المقله اللي انا سلقت فيها الفراخ كده، هحط ادي المرقه بس كده، وهنا هاخد عليها الحليب. طبعا المرقه دي بقى فيها كل حاجه، فيها حبهان وفيها مستكه، وكانت طبعا ببصلايه صغننه، عود كرفس صغير. بعد ما الفراخ اتسلقت كويس جدا صفيناها، خدنا صدر الفرخه اللي عندنا صفيناه وقطعناه بالشكل ده اهو. اتفضل اهو استاذ دراولي، اهو هيدلعنا ويجيب لنا دلوقتي صدر الفرخ. الله عليك يا دراولي، الله عليك، الله عليك يا حبيب والديك. كده ادي صدر الفرخه معانا، هنسيبه بس هنا كده جنبنا. هاخد شويه صغيرين كده البصل اللي احنا محمرينه ده، هفركه عشان ما يبقاش كبير، هو ده جوانح، انا هفركه كده بايديا، بيتفرك بمنتهى السهوله. ليه؟ ده اللي هيديني الطعم الحلو جدا اللي في الكشك. كده هاخد كمان حبه اهي، بص يا دراولي، تمام اهو اهو، هفركه كده وهنزله في الشوربه مع الحليب واسيبهم يغلوا مع بعض. دي كده خطوه مهمه جدا، خلاص عملناها. طيب امسح ايديا عشان نشوف بقى الخطوه الثانيه. ناخد هنا كده، ادي معايا بوله، هنا معايا الزبادي، وهنا معايا الدقيق. ادي هحط الزبديه هنا، هحط عليها الدقيق، هنقلبهم في بعض كويس جدا كده اهو، كده كويس جدا. هعمل ايه؟ عايزين مثلا تفككوا بشويه ميه؟ لا مش لازم اهو، ادي الزبديه على نص كوبايه الدقيق اللي هم 3 معالق كبار اهي. معانا الشوربه كده بتغلي، ادي الشوربه غليت، شايفين بقى لون الشوربه اتغير ازاي من اللون ده اهو؟ شايف حضرتك لون الشوربه اتغير ازاي اهو؟ بس انا هبعدها عشان ما تقعدش ايه، ما تفرش على البوتاجاز، هبعدها شويه لما نيجي نشتغل فيها اهو. احنا دلوقتي كده بنقلب كويس جدا الدقيق بالزبادي، ممكن احط له معلقتين شوربه دافيه. انا عايزه الزبادي هنا يتخمر مع الدقيق، يعمل لي خميره، الخميره دي اللي هي هتدينا الطعم المزز اللي الناس بتحبه في الكشك اللي بالزبادي اهو. حاجه دافيه كده، شويه ميه دافيه، معلقتين شوربه دافيين، ما يكونش سخن قوي، تكون دافيه. ليه؟ اولا هنشط الجلوتين اللي جوه الدقيق وتتنشط، وكمان الخميره بتاعت الزبادي اللي هي بتتنشط في الحاجه الدافيه، وهغطيه ببلاستيك زي ما احنا شايفين كده. عايزه اوريكم هنا الفقاقيع اللي اتعملت من الزبادي ومن الدقيق، عايزين نشوف دي عامله ازاي ودي عامله ازاي. شايف حضرتك كده الفقاقيع اللي جواها؟ شايف يا درمالي؟ يا درمالي؟ طب درمالي احلى، طب اعمل ايه بس؟ الو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف غاده؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك. حضرتك اهلا، مين يا احمد؟ منوره الشاشه والله. اهلا اهلا وسهلا يا ام محمد، اهلا بيكي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ربنا يكرمك، انا كويسه الحمد لله. جريتي ريقنا كده على الاكل الجميل اللي بتعمليه يا حبيبتي، ده انت ان شاء الله تعملي احلى منه باذن الله. حمام بقى، وبرامي الحمام والرز المعمر، حاجه جميله.
انت تعملي احلى منه معانا الكشك الالمازية اهو. والكشك الالمازية جميل جميل. ربنا يخليكي يا ام محمد. تسلمي ليكي يا شيف غادة والله. الله يخليكي يا حبيبتي. اتمنى ان انت تجربي بقى الوصفات وتعملي الصفحة بتاعت البرنامج بينزل عليها كل الوصفات فيديو تاني كل وصفة منفصلة. كنت عايزه اسال حضرتك على طريقه عمل لانشون الفراخ. اللانشون الفراخ عينيا الاثنين لسه كنت بتكلم مع احمد الاعداد ان انا عايزه اعمل المصنعات الغذائيه كلها ان شاء الله نعملها بمنتهى السهوله في البيت ان شاء الله. وعايزين حلقه كده عن المخبوزات يا شيف غاده. والله كنت هعمل حلقه عن المخبوزات الاسبوع الجاي باذن الله. انتظريني ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل فيها الكرواسون البسيط كانت الحاجه احلام طلبته. أيوة. كرواسون البسيط اللي بقى من غير طبنيت وزبده كتير قوي هنعمله بمنتهى البساطه ويبقى طعم جميل جدا ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي ربنا يوفقك كده يا رب ودايما منوره الشاشه ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبتي متشكره جدا يا محمد. سلامي لكل فريق العمل اللي عندك. ربنا يخليكي متشكره جدا لذوق حضرتك كتر خير. السلام. هنا احنا انا نزلت بقى الزبادي بعد اللي خمر معايا سبته انا مغلفاه من ساعتين لازم يقعد في مكان مغلق يتقفل عليه بالبلاستيك ويستنى في مكان دافي لمدة ساعتين ثلاث بالكتير علشان يتخمر ونلاقي فيه طلع فيه فقاقيع كده أو فقاقيع خفيفة كده نعرف إن الخميرة بتاعت الزبادي اشتغلت تمام. بعد كده أنا كان معايا الشوربة بالحليب لما غليت نزلت عليها على طول الدقيق بالزبادي هروح رفعها من على النار. شايفة كده درولي اهي بصي بتغلي ازاي تمام بتغلي كده خلاص هرفعها من على النار مش عايزه علشان ما يفصلش مننا. طب انا لو انا عاوزه اديله شويه مزازه زياده لان طبعا الزبادي بيبقى مزز ولما بيتخمر بتبقى نسبه الحموضه بتاعته ارتفعت شويه او المعامل الاتش بتاعه ارتفع شويه فاحنا عايزين نزودها شويه هنديله عصير نص ليمونه. نص ليمونه كده عصره خفيفه اهو كده اهو عصير نص ليمونه او ليمونه صغيره كده تدينا طعم ولا اروع من كده. احنا شايفين بقى بصوا عامل ازاي. عايزه اجيب لكم كبشه اوريه لكم بس احنا هنا كده خلاص اتفقنا اهو اتفقنا ان ده معايا اللي احنا كنا بنقلب فيه اهو شايفين اختلط ازاي اهو. شوف يا دراولي دراولي ده ريس بقى متعذب معانا بيشوف بس عايزاه ينزل يدوق مره اهو شايفين بقى كده حضراتكم مفيهوش اي تكتل من الدقيق مفكوك جدا اهو تمام اهو مفكوك جدا جدا. بناخده كده بنلمه كده في بولة او في حاجة غويطة. طبعا هو مش هيعلى زي الخمير العجين لا بس هيدينا فقاقيع ده كده يبقى هو اشتغل زي الفل معانا. وادي هنا كده الكشك معانا تمام وسمكه كويس. ممكن نحط له لو احنا حاسين ان هو سمكته خفيفه نزود له معلقه دقيق اهو بالزبادي اللي معانا اهي كده واقلب وارجعها تاني على النار برضو تغلي اهو. انا حسيت ان ده خفيف شويه الدقيق ما كانش معايا كميته كافيه فاهي ممكن ازود له من اللي احنا لسه عاملينها اهو شايفين اهو. طبعا ده لما بنيجي ناكله ما بيبقاش بقى زي المهلبيه وناعم خالص بنحس فيه كده بحبيبات خفيفه او حاجه زي الايه زي يعني حاجه اكننا بنندغها كده حاجه خفيفه جدا بس طبعا برده طعمه ناعم في البق اهو. الشكل ده كده هيغلي على طول اهو معايا درولي كده بص عليه بس اهو تمام تمام بس كده. انا هشيل بقى الحاجات دي كلها بس هنغرف نغرف هنا تمام. بص بقى حضرتك شايفين واحنا بنصبه بس كده. هنبدا بقى كده هسيبه يهدى شويه عشان اجمله بس انا عايزه اجيبه لحضرتك هنا اهو. انا بقى عشان اجمله بالبصل ده اهو بعد ما يتغرف كده ببدا احط فيه الفراخ المسلوقه اللي كانت معانا اهو كده اوزعها كده عليه كده مش في الاول تغلي معاه لان هتغلي هتمسك في الدقيق وفي الزبادي ممكن ما تطلعش يعني هتتكتل معانا
بس عشان اتفادى التكتل ده انا ببدا احطها كده على الوش بعد ما بغرف، هي بتنزل بقى لوحده وبتمسك في الايه في الكشك بتاعك اهو كده. وعشان كده تسمى الماز لانه بيبقى زي حتت الفراخ تبقى زي الفصوص الالماز. هنبدا بقى نجمله بالبصل المحمر ده، بس لما يهدى شويه عند التقديم نبدا نجمله. هنطلع فاصل صغير هروق نفسي ويكون جاهز ونجمله مع بعض، ونرجع بعد الفاصل نشوف نكمل بقيه وصفاتنا. ثواني وراجعه لكم تاني، انتظروني.